ترى يوم تبتسم انا اشوفك من هنا، انا طالع اجي بس اشوفك، فعادي ابتسم خذ راحتك. ممكن تقول لي ايه اكثر تعليق حد كتب لك عجبك؟ التعليق اللي هو واحد كتب لي أنا تابعتك من يوم كان عندك 1000، فكل يوم قاعد أشوفك تتطور لين وصلت السينما، فالحمد لله شيء جميل. اللي يكتبوا لي دعوات اللي يجوا يدعوا لي، آخر تعليق أنا أفتكره كان من واحدة كتبت لي أنا عارف أنت ما راح تقرأ الرسالة هذه، بس أنا أحبك مرة وعارف أنه الآن فترة اختبارات، بس خليك عندك ثقة أنه أنت راح تنجح وذاكر كويس وحتوصل زي كذا، يعني كلام يعني ما كان مره كثير وانه كله بوزيتيفيتي، يعني كله ما في اي كلمه كانت ضايق، وفي الاخير دعت لي دعاء كذا حلو، فانا اقرا الكلام هذا اتاثر فيه، يعني انه في شخص اخذ من وقته اتليست 5 مينتس وفكر في حياه شخص ثاني ورسل له رساله تحاول تبسط اتمين صراحه. والله في تعليقات مره كثيره صراحه ساعدتني، بس انه يعني اللي حاضرني الان كذا شيء سبيشل صار امس، يعني شيء كذا سبيشل، واحد من اصحابي الايطاليين ما يعرف عربي ما يعرف ولا شيء، بس يتابعني في اليوتيوب والانستغرام، فارسل لي يقول لي اوه فيديوهاتك حلوه وكذا، حسيت اني انا كذا وصلت له واستمتع بالفيديو مع انه مو فاهم لغتي، فحسيت انه شيء مميز. بس في تعليقات مره كثيره حلوه بيكتبوها المتابعين، الله يعطيهم الف عافيه وتسعدني دائما، بس هذا كذا شيء مميز انه ما يفهم عربي وبيقول كلام حلو. والله ما شاء الله عليك، كل مكتوب تعليقات حلوه، مبدع، استمر، الله يوفقك، الله يكثر من امثالك، افضل واحد، عرفنا يسلكون بس عادي انا راضي، افضل واحد منها للاعلى، مش اسمه افضل يوتيوبر، مع اني انا توني عندي 25000 بس يقولوا لي افضل يوتيوبر، كويس، افضل انستغرامر، يشوفون ناس يبتسمون، اهم شيء عندي انا احس بالرضا والراحه يوم اي حد في الشارع يشوفني، اول ما يشوفني يبتسم، اول ما يبتسم انا راضي ارتاح، لو اني ما شفته بس انا اشوفه من هنا، ترى يوم تبتسم انا اشوفك من هنا، انا طالع اجي بس اشوفك، فعادي ابتسم خذ راحتك. احسن تعليق جالي اني فيك، يعني هو يعتبر اتكرر، يقول لي انت من الناس اللي احنا معاهم لما كان عنده 10,000 فولورز والحد انا يعني انا لسه ما دخلت 100,000، بس ان يمكن يعني بحاول اني اشتغل، يعني هو الفتره دي بشتغل على نفسي وفي حاجات الحمد لله عملتها كتير، فيمكن يقولوا لي من معاك من البدايه لحد دلوقتي وانت شخص فعلا تستاهل الدعم لانك خلوق، ويعني يقولوا لي كلام حلو يعني يرفع من معنوياتي ويخليني فعلا اشتغل على نفسي. صراحه ما عندي احلى تعليق، بس واحده من الاشياء اللي اتذكرها ان جاني واحد قال لي ان انا اليوم كنت جدا جدا متضايق، فيوم دخلت مقطعك بسطني غيرت يومي، فهالشيء اسعدني لان هذا فعليا هدفي. It's something I can relate to، لان احيانا انا اكون لما اكون متضايق ادخل على اليوتيوب، فاعرف اني مجرد اني اشوف ماي فيفرت يوتيوبر نزل مقطع هذا بحد ذاته يغير يومي كامل. سواء احلى كومنت جاني. وكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى استمتعتوا ببرنامجنا، برنامج بني آدم، اللي راحت عليه الحلقات الماضية لا ينسى يشوفها، موجودة هنا الآن، فرجوا عليها يا حلوين، لا تتم المقطع هذا باللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. نشوفكم على خير، السلام عليكم.